ايش اللي جوه هذا الجوال الا الله. اسالك بالله سؤال، جوالك يخدم الاسلام ام يهدم الاسلام؟ سؤال، جوالك يخدم الاسلام ام يهدم الاسلام؟ ان كنت ممن ينشر فيه الخير، ان كنت ممن ينشر به القران والاسلام، ان كنت من ينشر به سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانت بهذا الجوال تخدم الاسلام. وان كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله، فانت تهدم الاسلام وانت تحارب القران. لان الاغاني ضد ايش؟ الاغاني ضد ايش؟ ضد القران. ترسل اغاني بدل ما ترسل قران، ترسل صور بدل ما تنشر اسلامك وتنشر الخير وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحارب الاسلام بالجوال. هذا دليل من ادلة، اقسم بالله العظيم. بعض الشباب يقول لك الحمد لله انا والله اصلي وانا وانا وانا، بس عندي مشكلة واحدة، وهي مشكلة بسيطة، هي مشكلة الاغاني. مشكلة الاغاني هذه مشكلة بسيطة. كم من شاب يتمنى يقرأ قرآن ما هو قادر، السبب الاغاني. كم من إنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط مو هو قادر، السبب الأغاني. كم من إنسان وقع في الفاحشة، السبب الأغاني. الأغاني ترى لها أثر خطير. الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بإيش؟ بماذا بشر الله صاحبها في سورة لقمان؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء. اشترى لهو الحديث، صار يسمعه في سيارته في جواله في بيته، صار عادي عنده الأغاني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم.